انت طبعا كسبت النادي الاهلي وانت بتدرب دجله، ويمكن قلت في تصريحك بعد الفوز انت عشان تلاعب النادي الاهلي محتاج يعني تكون مجهز فرقتك انها تلعب ماتشين مع بعض عشان تقدر تكسب فريق كبير زي ده. بالفعل طبعا عشان الحاجات دي تحدث ان اقدر اكسب قدام نادي كبير زي الاهلي لازم يكون ظروف يعني غير عاديه. طبعا النادي الاهلي كان غير موفق في اليوم ده، واحنا اليوم ده كنا موفقين جدا. احنا استعدينا للمباراه دي مع وادي دجله النادي الاهلي. Le match où les joueurs pouvaient se mettre en valeur. احنا مع النادي الاهلي بنلعب ماتش كل 3 ايام، لكن لما انا بلعب مع دجله وانا بمرن دجله طبعا ماتش قدام النادي الاهلي ده النادي الكبير المفروض اللعيبه تظهر. وادي دجله et les joueurs ce jour-là ont fait le match parfait. واعتقد مع وادي دجله اليوم ده اللعيبه وفقوا وعملوا ماتش رائع وقدرنا نكسب 1-0. ماتش sur pour essayer de contre-attaquer ça s'est passé. وعملنا تغييرات مناسبه خلال المباراه عشان نقدر نلعب على الكرات المرتده عشان نعمل حاجه كبيره تكتب في تاريخ نادي وادي دجله، ونجحنا في ده. واعتقد في اليوم ده كله كان في كله كنا موفقين في كل النقاط الفنيه والاداريه للمباراه، ونجحنا نعمل مباراه كبيره مع وادي دجله قدام النادي الاهلي. اكيد كانت مباراه كبيره، وكان انت مدير فني ليك سي في كبير قبل ما تيجي، وجماهير كلها المصريه عارفاك سواء كان بتجاربك في افريقيا وانت مدير فني لمازيمبي، كسبت نادي الزمالك المصري في دور المجموعات، كذلك لما دربت في دجله كسبت النادي الاهلي. ولكن التوقيت اللي انت جيت فيه كان توقيت صعب جدا، جماهير النادي الاهلي كانت متطلعه لاسم كبير جدا، لمدير فني كبير على قدر تحديات هذه المرحله، وكان الاختيار عليك. ازاي تم الاختيار وازاي تمت المفاوضات؟